الحوات اللي في الجنب دي كانت حوات ايه يا باشمهندسين؟ كانت حوات ساند صح كده؟ اللي هي الحوات اللي احنا عملناها هنا دي كده. لما قلنا هنا هاي باشمهندسين، قلنا ده تراب اهو، المنسوب بتاع الليفل بتاعه كام؟ صفر. قلنا اعمل اتنين جول بره عشان تشيل مين؟ منسوب الصفر لحد منسوب كام؟ الماينس ايه؟ الماينس بتاع اهو، الماينس سالب ب 2 بتبقى كام؟ 5. يبقى قلنا لحد منسوب الصفر كل ده كان مين؟ كان مين يا جماعه كل ده اللي بره؟ كان ريتيننج جول. لما عملنا الانشائي قلنا اهو كل ده كان ريتيننج جول بره، كل ده ريتيننج جول لحد ما تشوف كام؟ صفر. طيب ارسم ريتيننج جول ازاي؟ هقول له برضه استراكشر ايه؟ وول ماشي، نفس الحيط اقول له ايه؟ ادي التايب اقول له ايه؟ دوبليكيت. هسميها ايه بقى؟ ريتيننج، عشان انا بعرف ان دي ريتيننج. ايه الفرق بينها بقى كده وما بين الحيطه الخرسانه المسلحه العاديه بتاعتي؟ الفرق؟ الفرق يا جماعه في كلمه الفانكشن دي. شايف لما تضغط على الفانكشن ده يقول لك انت عايز نوع حيطه ايه؟ هل ريتيننج ولا نوع فاونديشن ولا اكستيريو ولا انتيريو ولا ايه بالظبط؟ فنقول نوعها ايه؟ ريتيننج. الفرق بين الريتيننج والفاونديشن؟ ده الاساس اللي هو الشريط، عارفين الحيطه اللي هو الاساس الشريط؟ جراند ستريب فوتي ماشي؟ اقول له ايه؟ لا نوع ريتيننج، اقول له ايه؟ اوكي. اجي بقى اروح جاي رايح على الحوائط دي واعمل ايه؟ اقول له من السنتر لاين من هنا لحد فين؟ كليك يمين كنسل، اقول له من هنا لحد فين؟ وصلت؟ من هنا؟ من هنا؟ يا باشمهندس في مشكلة، حلها ازاي المشكلة دي؟ اللاين، ايه الا اللاين؟ اقول له ده وش ده مع ده، وصلت؟ بعد كده اقف على ده اقول له كريت ايه؟ اقف هنا اقول له يا جماعه كريت ايه؟ كريت سيرفر، عايز نفس الحاجه بالظبط. واجي هنا ارسم مغلق، انت كده كده هتعمل ايه دلوقتي؟ الله ما انا عارف، انا بقول لك هترسم مغلق اهو، عشان هنعمل ايه دلوقتي؟ ارجع اعمل امر اللاين بقى عشان ما انساش سريعا. اي ال اللاين اهو ده ده وكان محزن ان يحط فيهم امال ايه العمود ده احنا كنا موقعينه غلط غالبا صح. اقول له اللاين مفيش مشكله ده، لا في مشكلة كده في العمود ده، ثانية لا ده اللي احنا رسمينه غلط ولا ايه؟ ده المفروض في رفرفة بره اهي 18، طبعا في 18 في 2 لما نغير الدايمنشن ستايل اللي انا برسم بيها افضل ايه؟ 25. وايه المشكله هنا بس؟ المشكله ان دي ريتيننج وول يعني مش مؤثره قوي يعني، عشان ما نقعدش نغير الاعمده بتاع المبنى كلها، لان لو غيرت هنا اي عمود من دول هضطر امسحه في التكرار كله وارجع اي قاعد، فده ريتيننج وول مش مؤثره قوي يعني. اقف على ده بس عايزين نشوف الغلط الاول افضل. بنيه عواطل خروجات الحيطه دي كام؟ 30 3 من 10 وده 12 وده 125 صح 125 ده بقى اللي ايه؟ 18 المفروض ده 18 هو ممكن يكون ماشي مع المحازل ده يظهر اونلاين محازل ده محازل ده خد العمود ده اللي فيه مشكلة، هحل المشكلة ازاي بتاع العمود ده؟ نرحله شوية، نرحله شوية، أعمل إيه؟ أجيب الـ 3D الأول، أجيب الـ 3D وأعمل إيه؟ أبص عليه من بلان هنا، إيه اللي أنا عملته ده؟ ليه يعني؟ ليه؟ فاكرين من فيو ست 3D فيو؟ عشان أعمل إيه؟ لما أختار عمود زي ده؟
طبعا ما انساش اعمل من هنا اقول له سيلكت ايه البن هنا. تعالى كده قال لي كام عمود سيلكتد كده، تعالى نخش على فلتر، تعالى نخش على فلتر بص كام اربعه جاب منين الاربعه؟ الاربعه دول اعمل فيهم ايه الاين طبعا كده شيرت شيرت خلينا نحذفه بقى خلاص نحذفه بند ماشي ديليت ماشي ماشي يا عم اعمل له بند المشكله انه ايه امسك ده ام بن ده ام بن ده ام بن بقى احذفه ديليت 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 تعالى نروح بقى للبلد تاني سريعا نمسك بقى ده اوكي مرسوم غلط بقى في الكاميرا اقول له من هنا كرييت كرييت سيميلر هنا اعمل فيه سبيس الاين اي ال محاذاه الاين ده مع ده وده امسكه واعمل ايه البروبريتي بتاعته لحد فين لحد الجراوند بعد كده اقول له ايه اديت اقول له كوبي بيست الاين تو سيلكتد ليفل كام السكند والفيرست والروف صح نعم لحد الجراوند هعرفك الفرق دلوقتي احنا بنرسم حاجه اسمها السلاب ابجريد هنفهم هتفهم ايه الفرق انا عملت ايه لا وفي عمودين احنا غلطنا كده في عمودين في بعض نكمل بقى الاثنين جول اقف على ده عادي خالص اقف على ده واقول له من هنا كريت اقول له ايه كريت سيميلار اقول له من هنا يا باشمهندسين ارسم اي حاجه وبعد كده ظبط ايه اللاين عادي خالص او ارسم السي جي على طول مش فاهم واختار اكستيريور وانتيريور من هنا ورايح دماغك كل دي طرق عادي خالص تعالى لحد التماثل ماشي اعمل اللاين برضه عشان اتاكد ايه اللاين ده مع وش ده خلاص تمام ابدا امسك يا جماعه ده واقول له ده عايز امسك ازاي اقول له كليك يمين سيلكت ايه اون انستنس فيزابل من فيو يعني ايه اعمل لي حدد لي مين اللي شبه ليه ما اختارش الشير وورز اللي فوق دي لان ده نوعها ايه بتاني اقول له بيك اكسس من هنا لهنا خلاص اسامبلي بتاني في مشكله عندكم كده يا باشمهندسين فاضل بس اعمل ريبليكيت لمين الشير وورز اللي عندي هنا دي كنترول الشير وورز دي فين هنا في هنا شيل وول اه هنا ده او ممكن اعمل ايه بعد ما اخلص اقف على ده واقول كليك يمين سيلكت اول انستنس فيزابل حدد انت اللي شبه اهو واعمل ايه كوبي توب الستريم بتاعنا يا جماعه ما حددناهوش فاونديشن لحد مين جراوند ليفل ماشي تمام كده اتظبط لحد الجراوند ليفل كده شيل وول بعد كده اقول له ايه كوبي بيست الاين تو سيلكت ليفل اختار مين السكند وين فيرست موجود في الروف كانوا موجودين في الروف مفيش غير بس اللي دول اللي كانوا موجودين الاثنين دول صح وصلت اعمل ايه بقى نفس الاسلوب اعمل ايه امسك ده كليك يمين اقول له ايه سيلكت اول انستنس فيزابل ان فيو فيو حدد كل اللي شبهك اعمل للبيز اوفست ايه صفر انتر والتوب كونسترين بكام؟ بصفر برضه ايه؟ والتوب اوف تناسب بكام؟ بصفر ولا ايه؟ البيز عشان يربط ايه؟ ما بين ليفل وليفل بس. لا يزود فوق ولا يزود ايه؟ ولا يزود تحت. هو في دور ما حددناهوش؟ اه امسكه اقول له كليك يمين سيلكت اول انستنس بزود فيو كده احدده اقول له ده من الفاونديشن اللي حضرته كام يا جماعه؟ جرام صح كده؟ اقول له كوبي بيست الاين تو سيلكتد ليفل مشهم لي فين؟ السكند والفيرست اهمت اقول له اوكي ماشي تمام كده كده اقول له كليك يمين سيلكت اول انستنس فيزابل ان فيو عشان احدد كل حاجه واعمل هنا البيز والبيز اوفست بكام؟ والتوب اوفست بكام؟ بصفر برضه
كده يربطهم ليه من المناسيب وبعض. في مشكله عندكم؟ الروف كان فاضل فيه الروف عندنا كان في الشير وول دي قلب الكولم اهي وشير وول الاربعه شير وول صح كده. يبقى راح جايب من الفاونديشن والنقطه اللي من هنا الاربعه دول ده كنترول وده اقول له ايه كوبي بيست الاين تو سيلكتد ليفل. حد عنده مشكله مش هنسيب؟